اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، ومشكله بنعاني منها كلنا، الطفل العصبي. ده اول ما يتنرفز يمسك الريموت يروح مكسره، يمسك ماما يروح ضاربها، يمسك اخوه يروح عضه. المهم ان هو بيعبر عن عصبيته بشكل غير مبرر، وممكن بعضهم حتى يمسك حاجه يرميها من البلكونه على حسب الام بقى، ويعني مدى العصبيه اللي وصلت الطفل ليها. الطفل العصبي ازاي نتعامل معاه، وازاي نفهم اسباب عصبيته، وازاي نقدر نخليه طفل طبيعي؟ ده اللي هنشوفه مع ضيفتنا اللي مش عارفانا، الاستاذه كوثر سعيد، الاخصائي النفسي والتربوي. مرحبا بك معانا. اهلا بيكي. مشكلة العصبية عند الأطفال مشكلة شائعة للأسف في الفترة الأخيرة، خاصة مع الضغوط اللي بيعاني منها الأهل. بيبقوا الطفل يتعصب فهم يتعصبوا عليه، وساعات هم اللي ممكن يكونوا سبب للطفل أنه صح. يتعصب بيقلدهم صح. مثلا أو حاجة. فالأول أنا عايزة أفرق ما بين مشاعر الغضب اللي المفروض ما نكرهاش على ابني، وأنه بني آدم طبيعي يا جماعة، قلبه وروحه وجسمه وعقله مشاعر، فطبيعي أنه يتعصب ويتنرفز، وما بين المشاعر اللي غير مقبولة، مشاعر العصبية اللي ممكن تخلي الطفل بعد كده طفل عصبي في المستقبل. هلا اول شيء لازم نعرف شو هو الطفل العصبي. أوه. هو الطفل العصبي هو اللي له حاجه، يعني الطفل ما بيعصب الا اذا كان محتاج. فبيعبر عنا بجسده، سواء بيعصب بيقدم اظافره او بيعيط او بيضرب، او يعني اي شيء بيعبر عنه بشكل يعني سلوكي. يعني مش صوت عالي بس، صوت عالي وتصرف. وتصرف. ليه؟ لانه هو في شيء عم بيرغب انه يحكي، عم بيرغب انه في عنده حاجه بدها تتلبى. فلذلك نحن اول شيء لازم نعرف شو هي الحاجات تبع الطفل. اولا شو اسباب، في اسباب خارجيه وفي اسباب داخليه. أيوة. شو هي الاسباب الداخليه؟ اولا ممكن تكون جوع. الطفل جائع فبده طعام بس ما بيقدر يعبر، خاصة بعمر السنتين لسه مش بيتكلم، ما بيتكلم، ما في لغة، ما في فبيعبر كيف؟ بالعصبية، بالعياط، ممكن يزت حاله على الأرض ويعيط، ممكن يضرب أمه، فهو ما بيعرف. فالأم لازم تكون هون واعية، تعرف شو السبب، شو يلي خلاه يتصرف هذا. فأحيانا بكون نعسان، التعب ده ما اكتره. او إيه؟ ما يزن، في امهات كده تقول لك ده زن النوم، ده عايز ينام فبيزن. صح. فلذلك لازم نعرف شو السبب الداخلي له، يعني تعب، الجوع، الفوضى. احيانا الفوضى مو الفوضى بمعنى انه فوضى بالمكان، لا، الفوضى انه احيانا الطفل بيكون قاعد عم بيلعب او راجع من المدرسه، بيلاقي انه هلا صار عنده الروتين اختلف، مثلا امه قالت يلا هلا بدنا نروح مشوار، بيكون عم بيدرس مثلا بتقول له يلا هلا بدنا نروح نلعب، لا، في يكون عنده روتين معين. الفوضى بالتعامل مع الطفل بيخلي مشاعره مختلفة. يعني هو مثلا متعود يجي من المدرسة، يجي من الروضة، ينام شوية، بعدين يقوم يلاقي ماما وبابا جا النهاردة، راحت ماما قالت له يلا احنا نازلين. فتلاقيه طول المشوار عمال يزن مش فاصل، فتقول له يا ابني ايه ده، شو مش فاهمة انت مالك؟ اتاريه بقى عشان اليوم بتاعه روتينه اتغير، الروتين تبعه اتغير اذا هذا فجأة صار. اما اذا الطفل عصبي دائما لازم نعرف شو السبب. في اسباب خارجية، السبب الخارجي بده يبلش من قبل الحمل، حمل الأم. فنحن الأمهات بأثناء الحمل إذا كانوا متوترين فشو بيصير؟ فهرمون الأدرينالين أو هرمون القلق بينفرز بجسمهم. كيف بينفرز؟ بيروح على القلب وعلى الدم وبيروح على الجنين، صح ولا لا؟ نحن بنقول للأم لا تشربي دخان لأنه أو النيكوتين لأمشان ما يوصل للطفل، وكذلك القلق والاكتئاب والتوتر كذلك بيوصل للطفل عن طريق الدم. فلذلك نحن كأم كحامل لازم تكون حريصة على نفسيتها من أجل طفلها. الكلام هنا بقى لجوزها. لازم اي واحد مراته حامل بقى هذا كمان يدلعها ويظبطها على الاخر عشان ما ياثرش على نفسيه البيت. لازم تحب نفسها وتعمل احيانا استرخاءات، تنفس، لحتى تكون عايشه بحاله بسيطه وفيها سعاده. يعني نحن كلياتنا متعرضين لضغوط، الزوج متعرض لضغوط، والام متعرضه لضغوط، والاسره كلها متعرضه لضغوط. بس اذا نحن بدنا نجابه هالضغوط بتوتر،
الاستجابة للضغط هي النتيجة وليس الضغط هو النتيجة. فلذلك لازم نعرف كيف نتعامل مع أنفسنا وقت الحمل. فبتجي وقت الولادة كمان لازم نختار الطبيب غير العصبي، لأنه الطفل وقت بيجي وفي ممرضات عصبيين قدامه وأطباء عصبيين، هي مرحلة الولادة. أنا دائما بس يجيني استشارات بقول هل كانت الولادة عسيرة، هل صار في مشاكل أثناء الولادة. لذلك لازم تعرفي الجو اللي بده يجي فيه. أنا بدي النقطة دي أول مرة أسمعها، لأن أنا دائما أسمع لأن الولادة لو كانت عسيرة ممكن لقدر الله تأثر على الأكسجين في خلايا المخ، فتقتل بعض خلايا المخ عند الطفل، فالطفل يبقى عصبي. لكن عشان فريق الطبي نفسه ممكن يأثر على الطفل. أنت إذا فتي هلأ كشخص بالغ فتي على غرفة والأطباء مثلا أو الأشخاص اللي فيها عم بيعيطوا ويصرخوا، فشون بيكون الوضع؟ ساعتين وهيروح بيتهم. لا هي ساعتين، هي صدمة الولادة اسمها. فغير صدمة الولادة اللي هي بتجي. فلذلك نحن حريصة، هي مو مثالية. هذا أبسط حقوق، أبسط حقوق الطفل أنه يجي ببيئة فيها هدوء. صح؟ حتى هلأ في صار ولادات روسية، فالولادة الروسية هي اللي بنولد الطفل بالماء مشان يجي بنفس البيئة اللي هو كان عايش فيها. فهي كمان وحتى بعدين أثناء الرضاعة. طب قبل ما نكمل الرضاعة، احنا كده اتكلمنا عن بعض الأسباب الداخلية متعلقة بالطفل نفسه وسبب من الأسباب أو سببين من الأسباب اللي عارف يعبر بالشكل المناسب. يمكن حاجة ذكرتي النقطة دي وذكرتي كمان كذا نقطة مهمين جدا في الأسباب الخارجية، زي أن ولادة الطفل نفسها ممكن تكون متعسرة أو صعبة، وبالتالي دوت بيأثر عليه، والفريق الطبي نفسه ما يكونش فريق بيتعصب. إيه كمان في الأسباب الخارجية اللي ممكن تخلي الطفل عصبي؟ في عنا الخلافات بين الأب والأم الدائمة. أحيانا هن بتزاعلوا، بس الولد أنه ما بيعرف أنه هن رح يتصالحوا بعد شوي. فهو دائما بيحس أنه بعدم الأمان بوجود الخلافات. فنحن لازم نكون حريصين على أنه خلافاتنا ما نبينها قدام الأطفال، والعصبية تبعيتنا كمان ما نبينها قدام الأطفال. هم بيبقوا ساعات سبب العصبية، يعني ممكن الأم تقول والله ده أنا كنت هادية وبلسم وصوتي ما بيسمعش، ما بدأش صوتي يجلجل والجيران كلهم يسمعوا غير لما خلفت. هي الطفل مو لحظة بيعصب، يا بيكون جوعان، يا بيكون متألم، يا بيكون نعسان، أو انه في عنده مشاكل من قبل هي بتخليه يعصب. لانه في احيانا الاهتمام بالطفل، نحن ما بنلعب مع اطفالنا، نحن بنخلي الالكترونيات يلي هن يلعبوا مع اطفالهم. صح؟ صحيح. الام طول النهار قاعده على النت، الاب طول النهار مشغول برات البيت، اذا او مع رفقاته عم تحكي، فالطفل بيجي بيسالها، هو بعمر الاكتشاف. هلا إذا مثلا ردقر شغلة له لا أنت ما بصير تدقرها. فنحن دائما في قاعدة بالطفولة أو بالتربية أنه لازم وقت نحن بدنا نعاقب طفل على شيء موجود بالبيت لازم نشيله. طيب بالنسبة للنقطة اللي أنت ذكرتيها بتاعت الإلكترونيات، ساعات بلاحظ ان الفترات اللي الطفل فيها بيقعد قدام الاجهزه الالكترونيه بشكل متواصل بيبقى طفل عصبي جدا، وكانه اصبح وتحول لمدمن، وتحول لحاجه بياخدها جوه جسمه، مجرد ما بتتسحب منه يتعصب ويتنرفز ومش عايز ياكل ومش عايز يشرب ومش عايز يكلم حد، عايز بس يقعد قدام الاجهزه الالكترونيه. العصبيه بسبب الالكترونيات تحديدا نتعامل معها ازاي؟ لانه ما في خيار عنده الطفل غير الالكترونيات. الام بدها تشتغل شوي بتروح بتقعده على الالكترونيات. وقت الطفل يكون مجبور انه بس الالكترونيات هي الوقت الفراغي اللي هو بيشتغل فيه، فالطفل شو رح يصير؟ رح يكون في عنده تعلق. فلذلك لازم يكون في خيارات، لازم مثلا يكون عنده يروح على المسبح، يروح على الحديقة، يلعب مع رفقاته، يقعد مع امه. فالاجتماعات الأسرية كتير إلى دور في إنه يعرف شو خيارات الطفل غير اللعب. أنت ما بتمنعه من الإلكترونيات بدون ما يكون في عنده بديل، لأنه العقل ما بيحب الفراغ، بده دائما يكون في عنده بديل حتى يقدر يتفاعل معه. فأنت إذا جبت له بديل أحسن هو رح يتركه، أما إذا جبت له بديل مثلا عود ولا تتحرك من هالقرنة، هو رح يكون عصبي. أيه.
صح مش هيحب كده. ده الكبير نفسه ما بيحبش الاسلوب ده في التعامل، بيحب يحس انه عنده حريه وخيارات. مكان للالعاب، مكان لل مثلا الام وتكون مشغوله او عندها شيء شغل دغري، بتعطيها الموبايل او بتحطه على التلفزيون وبتقول له عود والعب. فالطفل خلص صار في عنده علاقه مع الالكترونيات، فهي العلاقه هي لانه ما عاد في خيارات ثانيه. فلذلك نحن الانسان حتى الانسان الكبير وقت ما يكون عنده خيارات هو بيتعلق بالنت، اذا في عنده خيار القراءه، خيار اللعب، خيار السباحه، خيار الرياضه، خيار المشي، خيار اللعب مع الاصدقاء، هدول خيارات كثير. فانت دائما بدك تعلم طفلك يكون عنده خيارات. أيوة. حتى بعمر السنتين هي لا دائما هي عمره الضد، لانه هو لسه هلا عم بيكتشف ذاته، ما انا هلا بلشت عنده. فلذلك انت لازم تصيري تعطيه تختاري، انت بدك انه ينام مثلا قبل التسعة، بتقولي له تنام ساعة 8 ولا 9، فهو اكيد راح يختار التسعة او راح يختار الثمانية. فدائما اعطيه خيارات انت بدك اياها. طب انت قلتي الطفل في مرحله السنتين بيبقى بيقول كلمه لا كتير، ودي كلمه في حد ذاتها بتجنن الاباء والامهات، بالذات الامهات. انت بتقول لي لا، انت لسه لا ما طلعتش من البوضه وعمال تقول كلمه لا لا لا، طب انا ما يتقليش لا وبتعمل بالعكس قدامي. لازم هي تنبسط انه هذا تطلع عليه من وجهة نظر إيجابية، لأنه هو بلش يستقل. فأنت وقت تطلعي على على هالشعور بوجهة نظر إيجابية رح تتعاملي معه صح. أما لحتى وقت تحسي أنه هذا نكد فيكي أو عناد لأنه أنت عنيدة، فهو صار عنيد، هو صار عصبي. فلذلك أول سبب أنا بتطلع عليه بالاستشارات اللي بتجيني انه الام هل هي عصبية ولا لا، لانه الطفل يولد على الفطرة بيبقى صفحة بيضاء، صفحة بيضاء فاضية، واحنا اللي بنشربها باللي احنا عايزينه. فلذلك نحن لازم نكون حريصين وقت تجي الام وتقلي ابني عصبي، فبقول اول شيء انت لازم تغيري من حالك، انت مش عصبية. طب خلينا واقعين استاذة كوثر، الحياة بتعصب والأمهات والأمهات لو عندها مثلا أكتر من طفل كان الله في عونها، بتتعصب يعني يعني الواقع بيقول كده. يعني حضرتك ما بتتعصبيش، كلنا كأمهات بيجي علينا وقت بنتعصب ونتنرفز على الأولاد. لو أنا تعصبت أو أنا أصلا بسمعك وأنا أول مرة أسمع منك الكلام ده، وأنا أصلا شخصيتي شخصية عصبية أو الأب نفسه شخصية عصبية، وبالتالي الطفل كده كده هيشوف العصبية ولو مرة كل فترة، لما تعصب أعمل إيه عشان الطفل ما يلقطش مني العصبية؟ شوف العصبية هو تعبير عن انزعاج معين جوات داخلنا، فنحن لازم ننزعج، يعني ما لازم نكبت الغضب، بس طريقة الانزعاج هي الغلط، طريقة التعبير تعبيرنا. فإذا عبرنا بصوت مرتفع مثلا هذا غلط، بالضرب غلط، بالإنه نعمل شغلات ننام على الأرض مثلا، هي تعبير عن غضبنا. أنت الطفل بتقلي له أنا عرفانة أنه أنت مزعوج، بس تعال هلأ نفكر كيف نلاقي حل. فنحن حتى الكبار ده الطفل. أيوة أنا بقى ككبيرة قبل، لأن أنا لازم انزعج هلأ. إذا تصوري أنا في عندي فقدان عزيز مثلا، أو عندي مشكلة بالعمل أو مشكلة بالعائلة، أنا بدي أقول لا أنا مالي زعلانة، لا أنا زعلانة، بس شلون تعبير سلوكي عن الزعل؟ هذا هو، أنا بزعل بس كيف بعبر؟ ممكن أنا أجي أعبر بطريقة أقول أنا هلأ ما بدي أحكي، أنا هلأ بدي أقعد لأنه أنا في عندي مشكلة، لازم أفكر كيف حلها. أصلا أي مشكلة إذا أنت هديتي رح تلاقي الحل طبعا. صحيح صحيح. فلذلك لازم أعرف لا تغضب لا تغضب لا تغضب, لا تغضب. لأن دي فهي الغضب جداً. مو مشكلة، وإنما التعبير عن الغضب هو المشكلة. يعني ينصح حتى من السنة أن الواحد إذا غضب قوي وكان قاعد كان يغير شكل الوضعية بتاعته ويتوضأ، لأن المية بتذهب النار اللي هي بتبقى من الغضب. فلذلك لازم نفكر بالطرق يلي بتروح الغضب. نحن لازم نغضب ونحن لازم نحزن، وإن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، صح؟ فلذلك الحزن مو غلط، بس طريقة التعبير عنه. فأنت طفلك إذا أنت عصبتي عليه فهو هيعصب هيعصب. طيب الطفل بقى العصبي حتى وقت الرضاعة،
كنا عم نوصل، انت ما بترضعي لحتى يبكي، فهي صارت في علاقة استجابة، فانت بترضعي وقت بيعيط، فبصير هو ما يطلب كل طلباته بالعياط بالبكاء. الله هو كده كده هيعيط. لا طيب الطفل العصبي، في اولاد يعني اصلا هم طبيعتهم عصبيه، اتولد عصبي من هو صغير، وهو بياكل بيتعصب، وهو بيرضع بيتعصب، وهو مامته بتغير له بيتعصب، وهو بيلعب بيتعصب، مع ان ساعات تلاقي الام والله هاديه جدا والاب هادي جدا، بس الطفل طفل عصبي جدا. الطفل ده ازاي يتم التعامل معاه، والطفل في المقابل اللي عنده نوبات من العصبية، يعني مش طبيعته عصبي بس بيتعصب، ازاي اتعامل معاه؟ هلأ ازاي نتعامل معاه؟ اول شيء بدنا نقعده نفكر بحلول، بدنا نشوف ليش معصب، دائما بدنا نسأل شو السبب. بدون ما نعرف السبب، هلأ انت اذا شفتك معصبة بدي اسألك، بدي اسألك شو السبب. لأن والطفل نفس الشيء بده سبب معين. انا بدي اروح على الحديقة، طيب بتحب اذا انا كنت فاضية بقول، او هلا كنت مشغوله بقول له بعد ساعه ممكن نروح ولا بعد ساعتين، بيقول لك والله بعد ساعه. المهم الوقت يلي انت ما عندك فيه مشكله انك تروحي، بدك تعرفي ليش السبب انه هو في عنده عصبيه. اذا ما عرفتي السبب ما فينك تعالجيه اصلا. فلذلك نحن لازم نعرف هل هو مريض الطفل، هل هو تعبان، هل هو فاقد الحنان. هلا احيانا الوحده ممكن يكون عنده حابب يكون عنده اصدقاء، فبدك بالذات لو طفل وحيد مثلا، طفل وحيد. فلذلك اطلع على برا مع الشجر مع الطبيعه، كثير بيحبوا الاطفال المساحات الواسعه. بقى بما انك كلمتي عن الطلع على برا والاطفال، ساعات بتحصل متفقه انا وابني ولا بتاع، ونزلنا السوبر ماركت، خرجنا في جنينه، خرجنا في مول، وتلاقي الطفل مره واحده اتعصب وتنرفز وعمال يضرب في مامته ويضرب في اخواته ويتمرمغ في الارض. طبعا الام بتبقى في نص هدومها. ساعات في امهات بتروح ماسكاه رنا على الماتشينه ويلا هنرجع على البيت ومفيش خروج، وفي امهات تقول له طب والله عندك ما انا اللي عامله لك اللي هيحصل. لما الطفل يدخل في نوبه العصبيه دي اتعامل معاه ازاي، خاصه لو انا بره البيت وحاسه بحرج؟ ايه بدي احكي لك شغله هلا عن موضوع المولات. انا بفضل الاولاد بهالاعمار الصغيره يلي ممكن يكون في عندهم حاله اكتشاف يعني، وحاله انه بدهم كل شيء، لانه هلا الملكيه بلشت عندهم. انا بفضل الاولاد ما يتاخذوا على المولات بشكل كبير، وانما يتاخذوا على اماكن اللعب، على الحدائق، على اللي مكان فيها مكانات واسعه فسيحه للعب. فالطفل وقت انت بتاخذيه على الحديقه غير وقت تاخذيه على المول، في اشياء كثير بده يكتشفها. هو هلا الطفل بمرحله الاكتشاف، فانت عم تاخذيه بمكان انت ما بدك اياه يتحرك. فانت دائما القاعده اللي قلت لك عنها، ما دام في شيء ممكن تعاقبي عليه الولد لازم تقيميه. مثلا بالبيت حاطه فازات كثير وانتيكات وتقلي له لا تتحرك للولد، هلا هذا بعمر الحركه، بعمر الاكتشاف، بعمر الابداع، وانت عم تغلقي عليه الابداع والاكتشاف. فانت بدك تقيمي كل الفازات وبتقلي له خذ راحتك بالبيت. يعني اشيل الحاجات اللي ممكن تخليني اعاقب الطفل بسببها. ايه انت عم تقلي انت حرمتي من الاكتشاف هون. حرمتي؟ طب مش الطفل المفروض يتعود ان الفازه دي محطوطه في مكانها والمفرش ده محطوط في مكانه، وفي الاخر 30 سنه وفي الاخر لو لا. كبر على كده هينشا ان البيت جميل ومرتب وهو اتعود على كده. لا. مش فوضوي؟ لا بده يطلع انسان ضعيف، بالعكس انسان ما بيعرف انه لازم يكتشف. هاي بده يعرف هي شو هي، انت بتعرفيها من قبل تعلمتي عليها، بس هو لسه ما تعلم شو هذا، بده يكتشفه. فلذلك هي قاعدة، إذا طفل بدك تعاقبيه على شيء لازم ما تخليه قدامه. نقلل العقاب قدر المستطاع، موبات الغضب أتعامل معها إزاي؟ نقلل الأشياء يلي ممكن يتعاقب عليها. طيب أتعامل إزاي بشكل عام مع الطفل العصبي بنوبات الغضب؟ أنا عايزة حضرتك تديني روشتة كده، لما ابنك يتعصب ابدأي اعملي كذا، ما نفعتش اعملي كذا وهكذا. أول شيء بدك تعرفي شو السبب، تسألي ليش أنت غضبان، ليش انت معصب. بده يحكي لك الطفل ما بدون انا حابب روح، انا حابب اكل، انا فوقت بتعرفي السبب بتعالجي السبب. اذا قال لك والله انا مزعوج، بتقولي له انا بعرف انك مزعوج. لازم يعرف انه انت، بس نحن كيف من
بنقدر مشاعره. اي بنقدر مشاعره، كيف يعرف هو انه نحن قدرنا مشاعره، بس كيف يعبر عن الغضب تبعه. مثلا ممكن تعلمي طريقه التنفس، اللي لو انت تنفس بشكل صحيح مشان يوصل الاكسجين للدماغ تبعك لحتى يروح الهدوء، يجي الهدوء عفوا. فلذلك نحن دائما لازم نعرف شو السبب يلي خلى، بدون ما تعرفي السبب ما رح تعرفي العلاج، صح؟ صحيح. هلا انا اذا انا بعرف انه الولد عطشان، صح؟ انا اذا بعطيه عصير او بعطيه اكل ما رح يضل معصب، لانه ما عرفتي السبب. اه محتاجين نعرف السبب. انا عرفت أعطي السبب، اعطيه اللعبه، اعطيه اللعبه، عرفت السبب ومش هينفع اعمله له. عايز ياكل شيبسيات كتير، عايز يشتري حاجه حلوه، واحنا متفقين ان يشتري حاجه حلوه واحده بس في اليوم، عايز يفتح التلفزيون او يفتح التاب وهو خلاص قاعد عليه مثلا ربع ساعه ونص ساعه مخصصه ليه في اليوم، عامل ايه؟ لذلك بنرجع للخيارات، وقت يكون عنده خيارات كتير ما بيوقف عند خيار واحد. فانت بتقولي له هلا ممكن تلعب، وبعد شوي بعد ساعة ممكن رد تلعب، وبيناتهم رح تقرأ كتاب، أو تعطي خيار آخر هو بيحبه. مثلا مو تعطي كتاب جاف مثلا تقولي له يلا عود هلا، أو أنا وياك بدنا نرسم، الطفل بيحب المشاركة. فنحن بدنا أنه هن يحلوا مشكلتهم بدون ما يشاركون. الطفل بهي المرحلة بيحب المشاركة، بيحب أنه أمه تلعب معه تهتم فيه. أما الأم إذا كانت بعيدة والأب بعيد، خاصة هلأ نحن بظروف فيها ضغوط هجرة ولجوء، فلذلك نحن لازم نعرف أنه هذا الولد أهم حقوقه هي المحبة، الأمان، الاستقرار. صفت. طيب بيقال ان الطفل لما يدخل في نوبه عصب من عصبيه، من افضل الحاجات اللي ممكن نعملها له اننا ننزل في مستوى راسه ونحضنه ونحسسه بالامان، ونحاول نهديه لحد ما الطفل يهدى. ومعظم الاطفال حقيقي عن تجربه لما بيتعصب قوي وتحضنيه تبص تلاقيه هدي كده شويه، معناته انا اعطيته حب. فهو بحاجه كان لحب. فانت بدك تعرفي شو الطفل بحاجة. إذا صار لك كم يوم أنت ما عم تضمي، لأنه الأطفال بدون لمس بيصيروا عصبيين. دائما باليوم الواحد لازم فيه يكون 3 قبل أو 5 قبل للطفل، أو 5 لمسات. فالطفل بحاجة لللمس، بحاجة للعناية، بحاجة لللعب، بحاجة للأكل، بحاجة للتنفس، بحاجة لأنه يطلع يلعب مع أصدقائه. هاي حاجات موجودة. إذا أنت كان محروم من أحدا فهو بده يكون معصب. طيب بيقولوا، وهذا من حقه الطبيعي، يعني من حقه الطبيعي أنه يتعصب. لا مو من حق. إذا هدلوني ما تلبوا هي الحاجات، فمن حقه كمان يعبر عن انزعاجه. يعني العصبية طريقة من طرق التعبير، ولكن طريقة مش صحيحة. احنا بنحاول نخلي الطفل يعبر بطريقة صحيحة. طيب بيقال يعني البنات زنانة، فانتي مهما عملتي معاها هي زنانة. ففعلا تلاقي مثلا بنوتة 4-5 سنين مش مبطلة زن، كل حاجة بالزن زن زن، لما الأم في الآخر تقول دماغي ورمت منها من كتر زنها. الطفل اللي بالشكل ده الأم تتعامل معه ازاي بشكل صحيح؟ رح أرجع رد مرة تانية قلك، الطفل ما بيخلق لا عنده مشكلة نق إلا إذا شاف حدا عم بينق. فلذلك لازم نرجع نشوف هل نحن كده الرجالة هيشمتوا فينا ويقولوا الستات نقاء وبتعلم البنات النقاء وازاي. لا مو هذا القصد. القصد انه الاب والام هن المسؤولين. اذا شافوا الام هي هيك عم تتعامل، او شافوا الاب، او من وين بياخد هذا الطفل النقاء؟ يا ترى هيك لحاله خلق نقاء؟ ما بيخلق الطفل، ورقة بيضة بيخلق. إلا إذا كان في عنده مشاكل صحية. أما نحن دائما لازم نرجع لأنفسنا لكيف عم نتعامل مع المشاكل. طيب في الآخر لو تعاملت كل الخطوات اللي حضرتك قلتي عليها وفضل الطفل عصبي، هل في الحالة دي محتاجة أخده وروح أكشف أطمن أن الطفل كل حاجة عنده سليمة؟ إذا عملتي كل الشغلات يلي أنا حكيتهم وتظل عصبي، روحي عند أخصائي نفسي. وأنا متأكدة إنه إذا عملتي كل الأشياء يلي نحنا هلأ حكيناهن وعملتي خيارات لسه يعني تانية بيحب ابنك، وأنا متأكدة إنه ما رح يصفى عنده ولا عصبية. ربنا يشفي ولادنا كلهم من العصبية، ويشفينا احنا كأمهات الأول وكأباء من العصبية. بشكر شكرا جزيلا الأستاذة كوثر سعيد الأخصائي النفسي والتربوي، شكرا جزيلا ليكي.